حاضر معانا يا جماعه بنتعرف بالاستاذ حسن الشاكوش طبعا عرفنا احنا قاعدين مع بعض. بص قبل اي حاجه لازم تعرفوا ان انتوا اولاد مصر واولادنا. صوت يا رجال، انتوا اولادنا، مفيش ضغوط تاني على اي حد، بس هيبقى في احترام لبلدنا واحترام للنشء اللي طالع. انتوا هنا في بيتكم للي هيكون معانا معتمد بامر الله. محدش يبقى جواه اي رهبه خالص. في النهاية احنا ولاد مصر، بنمثل مصر جوه مصر وبره مصر. لا ضغوط تاني على حد، ولا ممارسات ارهاب، ولا رشاوي، ولا من اليوم ده مفيش حد يدفع غير ايصال النقابة للناس اللي هنقر وهنجزها وهتعتمد لينا عندك كنقابة الاحترام والتقدير، وليكم مننا كل الحماية لمن يتم اعتماده. ولا ضغط ولا رشوة ولا ابتزاز، ولا هسمح بالكلام ده تاني خالص. كل اللي انا سمعته من الاساتذه اللي قاعدين قبل كده، اللي اتقال لك كان بيتاخد مني فلوس وكان بيتاخد مني الرسوم النسبيه وما اتعملش بيها ايصال، الكلام ده مش هيحصل تاني خالص. احنا قاعدين القعده دي يا جماعه لكل الزملاء الاعلاميين الموجودين ولكل اولاد مصر اللي جايين يحترموا نقابتهم ويحترموا الكيان المفروض هو الكيان الشرعي ليهم. من هنا ورايح اي حد هيشتغل اي مهنة خاصة بالفن، خاصة بنقابة المهنة الموسيقية، هيخضع لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية بتاعتنا. اي خروج عن النص اقسم بالله، اقسم بالله ما هيشوف الغنى تاني. اي حد هيخرج عن اداب المهنة، اي حد هيحاول يضر بولادنا، اي حد هيضر بسمعة مصر، قسما بالله العظيم في فترتي على الاقل، قسما بالله ما هيغني تاني ولا هيلمس مايك تاني. احنا عاملين اقرارات، الاقرار ده ملخصه ان احنا ما عندناش كلمه مهرجانات تاني، وهتدوني وعد مش عايز اسمع اللفظ ده تاني من كل اللي قاعدين او اللي بيسمعوني بره او اللي هيتقدموا للاجازه من كل الشعبه اللي هي مسميه الكلمه اللي احنا مش عايزين نسمعها تاني في حياتنا. انا هيكون عندي تصنيفين للسادة الزملاء اللي قاعدين، للسادة المحترمين اللي بيمارسوا حقهم في هوايتهم اللي ربنا أنعم عليهم بيها. عندنا شعبتين، هيكون مطرب جيد جدا بدرجة تساوي مطربين الفن الشعبي، هيبقى مطرب شعبي. النوع الثاني من الأغاني اللي هيتقدم برضو بمراعاة العادات والتقاليد والكلمة والاحترام لبلدنا والاحترام لأولاده والاحترام لنفسه قبل ما يحترم المجتمع، هنسميها شعبة أداء صوتي. شعبة أداء صوتي اللي هلاقيه كاتب على فيديو من فيديوهاته على الفيديو ليركس كلمة مهرجانات يعتبر نفسه مشطوب. اللفظ ده هنلغيه خالص من حياتنا، محدش يكتب لي مهرجان كذا. يا أساتذة موافقين قبل ما أتكلم؟ الأساتذة اللي حاضرين موافقين؟ الشعبة أنا هقف لكم أهو، الشعبة هنسميها شعبة أداء صوتي. معلش معلش، وده حقك، ربنا انعم عليك بموهبه اديها وانا على راسي. وهنا كل حد هيقر الاقرارات دي وهيكون عضو عندنا، سواء مطرب شعبي من المطربين الجيدين اللي هي بتغني، يعني بتغني هيبقى مطرب زيه زي اي مطرب شعبي. الناس اللي بتأدي ما يشبه الحاجات اللي احنا بنسميها اللفظ اللي انا مش عايزه هتبقى شعبه اداء صوتي. مفيش تاني كلمه اسمها مهرجان، ما عندناش اللفظ ده تاني في حياتنا. لا تايتل يتكتب ولا حد يجي يقول لي المنتج بتاعي ينزل الاسم. موافقين يا اساتذه؟ اللي موافق يرفع ايده. الاقرار هيبقى كالاتي، وكل وقتها عهد انا ده للساده الزملاء اللي هنجزهم كشعبه اداء. كل وقتها عهد انا الموقع عدنان، شعبه اما غناء شعبي بتصريح سنوي او اداء صوتي بتصريح ربع سنوي. وهتقولوا لي ليه ربع سنوي؟ هنقول عشان احنا هنعمل زي اللي بنراقب بعض. معلش، زي ما انا هحاول اقف جنب ولاد بلدي، زي ما برضو هنراقب انا والساده مجلس الاداره، هنراقب شكل الاداء ده. هل انت جاي تاخد الكارنيه وتمشي؟ لا، الكلام ده مش هيحصل. هنراقب بعض وهنمشي مع بعض. فشعبه الاداء الصوتي تحديدا هيبقى تجديدها ربع سنوي. كل ثلاث شهور تعالى، عند ما تعدي عليك سنه او اتنين احس ان زميلي احترم النقابه واحترم بلده واحترم وطنه واحترم الاطفال والنشء الجديد، على عيني وراسي ياخد التصريحات السنويه.
ويجدد شريطة الالتزام بما يلي. كل حد من الزملاء هيمدي على سواء التصريح المطرب الشعبي من الناس اللي بتغني كويس جدا اللي انا عارفهم وسمعت منهم ناس وهنسمع الباقيين، وكل ما يشبه الاداء العادي اللي بلا اي الفاظ وبلا خدش للحياة. اتعهد والتزم بان يخضع المصنف الفني اللي هو كلمات الاغنية والتي انتوي القيام بادائها الى جهة الترقيب الرسمية بالدولة والممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة. اتنين، اتعهد والتزم بعدم القيام بخدش الحياء باي ايحاءات او عبارات او ايماءات تتعارض مع القيم والعادات والاخلاق المصرية بما يضمن الحفاظ على الذوق العام المصري بكل ما تحمله الكلمات من معاني. تلاتة، اتعهد والتزم بتطبيق احد اهم بنود لائحة نقابة المهن الموسيقية والخاص بتشغيل اعضائها على ان يكون قوام الفرقة الموسيقية المصاحبة لأي فنان هيشتغل سواء شعبة أداء صوتي أو شعبة طرب شعبي 12 عضو عامل، لازم تشغلي معاك 12 عضو عامل، وبقية فرقتك اعملها من المنتسبين براحتك من الزملاء المنتسبين أو حاملين التصريح. ثلاثة أو أربعة أنا آسف، أتعهد في حالة السفر للخارج للقيام بأية أعمال فنية بألا أخالف أيا مما أقررته سابقا. كل البنود السابقة كل الإقرار تسري عليها برا مصر، ملتزما باستخراج محرر ممهور بخاتم النقابة العامة للمهن الموسيقية مفاده إثبات قيدي بسجلات النقابة العامة وبمثابة تصريح وموافقة بالعمل للخارج. يعني اللي هيجي يسافر من حضراتكم هيجي يتقدم للنقابة، النقابة هتبقى بيته، تاني هتبقى بيته، هي بيت كل ابن مصري، هيجي ياخد تصريحه معزز مكرم، وللنقابة الحق في اتخاذ كل ما تراه مناسبا من اجراءات او قرارات في حالة مخالفة ايا مما سبق، وتتدرج العقوبة كالآتي: هتبدأ بالغرامة المالية، ثم الايقاف عن العمل، ثم الغاء التصريح نهائيا. واللي هلغي تصريحه مش هيشوفها تاني، اللي هلغي تصريحه هيبقى معناه انه استهتر بكل قراراتنا واستهتر بقيم المجتمع الاخلاقية وراح للكلمة اياها وقال لنا الالفاظ اللي مش عايزين نسمعها. انت شويه الكلام ده يحصل تاني، واللي هيتلغي تصريحه اقسم بالله اقسم بالله ما هيغنيها طول ما انا موجود. هنمضي في الاخر على ان شاهد الله انت على ان تكون خالص اهدافنا جميعا، احنا وانتم خالص اهدافنا جميعا هو الحفاظ على هويه ورياده مصر الفنيه وثوابت العادات والتقاليد المجتمعيه الراسخه في بلدنا. الكلام ده يضر اي حد فيكم يا استاذ زهر؟ اتفضلوا تاني، عايز اي حد من الناس اللي بتعرف تلقي اتفضل. اورتيجا حد يقرا تاني؟ قوم اتفضل اتفضل وقف. بس موافق علي صوتك علي صوتك. انا شغلي راب كده، انا ما عنديش خلاص الكلام ده، مش عندي فرقه موسيقيه في اغانيه النوع اللي بقدمها. هتجيب لي فرقه موسيقيه، هتشغل لي موسيقيين. انا النقابه دي لازم كل الناس تفهم ان النقابه مش كرسي عايد عليه واحد للنزاهه ولا للوجاهه، النقابه دي دايرة بقانون ولا إحنا قوانين النقابة الأساتذة الإعلاميين. يا جماعة اسمعوا بقى يا جماعة، النقابة يا جماعة مش نقيب قاعد بيتقال له يا سيادة النقيب، ولا مجلس إدارة قاعد يمارس سلطاته على كل خلق الله بتشتغل. خلي بالك النقابة دي من المفترض عشان برضه حضرتك تبقوا عارفين ده عمل خدمي، كل اللي بيقوم بيه بيقوم عشان يخدم أبناء المهنة ويخدم صالح المهنة. يا أستاذ عنب، من أهم بنود اللائحة عندنا إن كل حد بيشتغل في مهنة الغنى لو سمحتوا اللي هيتكلم هطلعه بره. عندنا قانون ولائحة بيجبر كل من يغني إن هو يشغل وراه فرقة موسيقية، يبقى وراه فرقة موسيقية لازم تشغل لي أعضائي. هتلعب تراكك؟ العب تراكك وراك فرقة موسيقية. موسيقى حية ما فيش مكان أقف، يعني مش عارف أقف أكلم حضرتك. اتفضل، لا أقف على الكرسي ولا تشغل بالك. أنا ما عنديش في نوع المزيكا اللي أنا بقدمه أي حاجة من الموسيقى اللي بتحصل، يعني أنا مش بعمل حاجة
يعني اوبرالي والحاجات دي انا مش بعمل كده. بس انا بسمعك بتغني مقسوم، انت بتقول لي دلوقتي انا بغني مقسوم خالص، عمري ما غنيت لا عندك جمل مقسوم وانا سمعتها. انا بقول بصوت، انا اربع ايام بذاكر فيكم وبذاكر في شغلكم، عمري ما غنيت مقسوم يا ريس، انا بغني بصوت انا، لكن المزيكا اللي بقدمها ما فيهاش اي مقسوم. المزيكا المفروض تقدمها شكل غربي؟ لا مش غربي، هي حاجه مصريه بس عايشين غربي. عازفين غربي، انا كلامي واضح، اللي بيغني غربي هيجيب لي عازفين غربي، اللي بيغني شرقي هيجيب لي عازفين شرقي. 12 عضو عامل من زملائي اللي قاعدين مش لاقيين شغل، وحضراتكم كسبتوا كتير، ربنا يزيدكم ويبارك لكم وتكسبوا اكتر واكتر. انا مش ضد اي حد، بس انا ما يبقاش عندي سمير عضو عامل المفروض ان النقابه بترعاه وبترعى اسره عشان ياكل ويشرب، واحنا بنغني بحديده. الكلام ده مش مقبول خالص، الكلام ده لا يرضي ربنا ولا ينفع. يبقى الراجل اللي بيتولى امر المهنه راضي بيه، اللي مش عاجبه يمضي على اقرار، ومش عاجبه يكون عضو عندنا بلوائح النقابه وقوانين الدوله يقول لي انا مش موافق. وانا برضو بشكره وانا هقول له انت مش مننا. انا هقعد هنا اطبق قانون ولايحه واطبق روح القانون والانسانيات مع بعض يا اخوات وزملاء وابناء بلد. استنى يا استاذ امير، بعد اذنك احنا كنا منبذين يا ريس من قلب النقابه، يعني بعد اذنك مش مصدق بس كلها. طيب انا بس عايز ابرر حاجه للاستاذ عمر كمال، الراجل كلمني دلوقتي فيديو، الراجل عامل عمليه خطر في وشه وانا شفته فيديو دلوقتي. يعني انا قلت للاستاذ امير لو ما جاش يحضر هيتم ايقافه. انا اتفرجت فيديو بصوره مش هينفع اطلعها للاعلام، فانا بلمس له العذر ومصدق كلامه. شكرا استاذ مصطفى. الناس احنا كنا مسنين قبل النقابه، تعال اتفضل هنا اللي هيجي يتكلم، اللي هيجي يتكلم يعدي عشان الاعلام يشوف. روح استنى كده يا ريس، الصوت بس يا استاذ مصطفى. كلنا يا ريس كنا مهمشين، كنا بالنسبه للمجلس القديم كنا ماده بس يا ريس، ومحدش كان بيلمنا اللمه ديت، فاحنا كلنا يعني ايه ماده بس؟ تعال اتفضل يا استاذ امير. كلنا كنا ماده بس يا ريس. تعالى تعالى خش قول اللي انت عايزه. حاول يشوف